يصادف اليوم 23 أدار من كل عام اليوم العالمي للأرصاد الجوية، حيث تحتفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم في هذا اليوم. ورح نتعرف سوا عن هالمنظمة، إمتى تأسست وما هو مقرها الأساسي وما أهميتها. واليوم ضيوفنا كتير بنسمع أصواتهم معنا بصباحنا غير وعبر الإعلام السوري وعبر الراديو، كل يوم بيطمنونا كيف حالة الطقس. ولكن اليوم رح يكونوا معنا ضيوف بالاستديو. بالبداية بدي رحب بالأستاذ شادي جويش، رئيس مركز التنبؤ المركزي في المديرية العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير استاذ شادي. اهلا وسهلا فيك. وايضا الاستاذ حسان جردي، المتنبئ الجوي والمنسق الاعلامي في المديريه العامه للارصاد الجويه، كمان صباح الخير ويا ميت اهلا وسهلا. يسعد صباحك يا رح. يسعد صباحكم. خلينا نحكي بكره 23 اذار اليوم العالمي للارصاد الجويه، خلينا بالبدايه نعطي بعض المعلومات لكل الناس اللي عم تتابعنا وما بتعرف هي المعلومات. خلينا نحكي شوي على المنظمه العالميه للارصاد الجويه، متى تاسست، فينا نحكي يمكن بهيدا اليوم شو الفعاليات والنشاطات اللي بتقوم فيه المنظمه. هلا بدايه صباح الخير لك لزميلتك لقناتكم القناه الاخباريه. صباح الخير للساده المشاهدين اللي عم يتابعونا هلا، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير بمناسبه اعياد اذار، عيد الام، عيد المعلم، واليوم العالمي للارصاد الجويه. هيدي الاعياد اللي بتجي مع بدايه فصل الربيع، اللي هو الاحتفال بانه نحن بنكون تخلصنا بشكل تقليدي. كان هذا الاحتفال اللي نحكى عنه من البرد، وبلشنا باجواء دافئه معتدله، بلشنا بامل جديد للحياه. هلا بدنا نحكي بدايه مثل ما تفضلتي وسالتي عن المنظمه العالميه. هلا المنظمه العالميه هي وكاله تابعه للامم المتحده، وتعتبر هي الصوت الرسمي صاحبه الحق الاساسي باعطاء المعلومه والتعبير عن كل ما يتعلق بالطقس والمناخ. تأسست عام 1950 للميلاد، مقرها الأساسي بسويسرا بجنيف، بتضم 191 دولة بالإضافة لستة أقاليم، أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا، منطقة البحر الكاريبي ومنطقة جنوب غرب المحيط الهادئ. سوريا عضو بهيدا المنظمة من لما تأسست المديرية العامة للأرصاد الجوية بعام 1953. انضمت سوريا إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. المنظمة بتجتمع كل 4 سنوات مرة. خلال الاجتماع هاد بتعين رئيس المنظمة، بتعين نواب المنظمة، أعضاء المكتب التنفيذي، بالإضافة لتعيين الأمين العام للمنظمة. هلا في لها اهتمامات، أهم شيء بتهتم المنظمة فيه هو من العلوم، دراسة كل ما يتعلق بالطقس والمناخ والعلوم الجيوفيزيائية، وإلى أهمية كبيرة لأنها بتلعب دور كبير بالجهود الدولية الرامية لحماية البيئة ورصدها، وخاصة من خلال برنامج المنظمة اللي بيساهم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى البشرية جمعاء من خلال تحقيق الأمن الغذائي وتطوير سبل العيش، بالإضافة إلى إنذار الأخوة المواطنين بالكوارث قبل حدوثها، إضافة إلى دور المنظمة الكبير اللي بتلعبه بتنمية الموارد المائية والنقل. نعم استاذ شادي، استاذ حسان كان عم يحكي لنا عن المنظمه واعطانا فكره عنها، وايضا ذكر انه سوريا هي عضو بالمؤسسه. خلينا نحكي ايضا يعني دور سوريا، كيف بيتم يمكن الاستفاده والافاده من المنظمه، كيف بيتم التواصل، كيف بيتم يمكن وضع سوريا يعني مرقت بظروف صعبه يمكن وعقوبات، هل تمت سوريا محافظه على مكانتها بالمنظمه وواكبت التطورات المناخية؟ تماما. هلا نحن بالنسبة للطقس، بما انه نحن عم نحكي عن الغلاف الجوي، بعيدين عن اي حدود جغرافية، الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية بيأثر على اغلب طبعا جميع المناطق. نحن التعاون مع المنظمة هو بالشكل التالي، في عندنا محطات نحن منتشرة فيها على جميع المناطق الجغرافية بسوريا، بتاخذ نشرات بشكل ساعي يوميا، بنجمع هي المعلومات في بنك معلومات موجود في دمشق، بنرسله للمنظمة بشكل دوري، نتلقى المعلومات تلقائيا عن العالم كله من المنظمة، وهكذا يحدث مع أغلب الدول المنتسبة للمنظمة. طبعا هذا التعاون بالنسبة للمعلومات المناخية، المعلومات الطقس، بيساعدنا بمعرفة حالة الطقس خلال الفترة القادمة، والتنبؤات الجوية اللي نحن بنصدرها، والتحذيرات اللي ممكن بتهم جميع الأخوة المواطنين،
بالنسبه للمرافق الحيويه الثانيه. هلا طبعا التنسيق الدولي لازم يكون في جهه تنسق هالعمل مع جميع دول العالم، لذلك المنظمه عم تلعب هالدور، دور التنسيق الدولي والتعاون الدولي بين جميع المناطق. مثل ما ذكر الاستاذ حسان، عندنا اقاليم 6 دول مشاركه بهي المنظمه، بنتعاون مع بعض بتقديم وتبادل المعلومات المناخيه لاجل تطوير علم الارصاد الجويه. طيب استاذ حسان، خلينا نحكي المديريه العامه للارصاد الجويه، شو الاجراءات يمكن والتحضيرات ل 23 اذار اليوم العالمي للارصاد الجويه عم تقوم فيها حاليا؟ بكره هي الاحتفاليه. هلا احتفاليه الارصاد الجويه كل سنه ب 23 اذار، دائما بتبلش التحضيرات للاحتفاليه بوقت مبكر من الاحتفاليه. المنظمه العالميه للارصاد الجويه بتسلط الضوء بكل سنه على موضوع من المواضيع اللي بيهم الاخوه المواطنين، وبيكون هو شعار الاحتفاليه بكافه انحاء العالم، يعني مو بس عندنا بسوريا هون. واختارت المنظمه السنه العنوان هو الانذار المبكر والعمل المبكر من اجل الحد من الكوارث، وتقصد بالكوارث الكوارث البيئيه بشكل عام، من ظواهر جويه، اعاصير، رياح، جفاف، احتباس حراري وما الى هنالك من الظواهر الاخرى. سوريا مثل اي دوله ثانيه بتبلش بالاحتفاليه والتحضير لها من قبل من خلال المحاضرات العلميه واحتفال مركزي رح تقيمه المديريه العامه للارصاد الجويه يوم الاربعاء نهار بكره برحاب مكتبه الارصاد الوطنيه الساعة 10 صباحا ببلش. في له فعاليات الاحتفال ومشاركه من الزملاء ومن الضيوف. بنهايه الاحتفاليه رح يكون في عنا معرض دائما بتقيمه الارصاد الجويه السوريه للتعريف بالاجهزه وطريقه التنبؤ، ونحكي عن الطرق القديمه والطرق الجديده بالاضافه الى وسائل التنبؤ الحديثه اللي توصل الى العالم، على الرغم من انه احنا عندنا خبرات وكوادر محليه بنضاهي فيها الخبرات الموجوده بالعالم، وهذا شيء بنعتز وبنفخر فيه كمديريه عامه للارصاد الجويه. الاحتفاليه راح تكون على يومين، يوم برحاب مكتبه الارصاد الوطنيه بالاضافه الى يوم ثاني بمقر الجمعية الفلكية السورية. رح يكون في توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين المديرية العامة للأرصاد الجوية ضمن فعاليات احتفالية الأرصاد باليوم العالمي بين المديرية العامة والجمعية الفلكية السورية. نعم. هيدي الاحتفالية كمان تم التحضير لها قبل، وحبينا التوقيع يكون ضمن الاحتفال باليوم العالمي. علامة خير إن شاء الله تعالى. لكن خلينا ضمن الاتفاقية أستاذ شادي، إذا بتحكي لنا عن الاتفاقية يلي رح يتم توقيعها، شو أهم بنودها، شو أهميتها، شو تركيزها لهي الاتفاقية؟ تماما. هلا مثل ما ذكر الأستاذ حسان، في عنا أول يوم احتفالية، اليوم الثاني هو مكتبة الأسد، يوم الثاني توقيع الاتفاقية، الثاني هو في عنا محاضرات علمية بالإضافة لتوقيع الاتفاقية. في عنا محاضرات علمية في مركز الجمعية الفلكية السورية. طبعا في عنا دائما تقاطعات مع الجمعية الفلكية بخصوص ما يخص الطقس، طبعا هن لهم دراسات على الكواكب وتأثيرها على الغلاف الجوي من الخارج بالفضاء الخارجي. نحن دراسات الأرصاد الجوية تشمل سطح الأرض حتى آخر ارتفاع بالنسبة للغلاف الجوي. هي التقاطعات منحاول نأطرها ضمن اتفاقية نستفيد بتبادل الخبرات بين الجمعية الفلكية السورية، بالإضافة إلى ورش عمل مشتركة مع الجمعية، بالإضافة إلى دورات خارجية ممكن تكون من جهتنا أو من جهة الجمعية لتطوير إن كان عنا علم الأرصاد الجوية والتنبؤات المتوسطة والبعيدة المدى اللي منتشارك فيها مع الجمعية السورية الفلكية. أستاذ حسان، أشرت خلال حديثك لنقطة كتير مهمة، أنه نحن عندنا قدرات فينا نقول وإمكانيات تضاهي الدول العالمية. خلينا نحكي عن آلية عمل المديرية العامة للأرصاد الجوية بالتعامل مع الطقس فينا والمناخ، بعض التفاصيل شوي، كيف ممكن فعلياً يتم الحصول على هي المعلومات، شو المراكز يمكن الموزعة بالمحافظات من خلالها بيتم رصد الجو؟ تكرم عينك، بس قبل تعقيبا على كلام الأستاذ شادي، مثل ما ذكر بالنسبة للاتفاقية بينه وبين الجمعية الفلكية فيها نقطتين مهمين كثير، هدول النقطتين نحن اللي هو تأسيس ورش عمل والإنشاء
لقاءات ومؤتمرات مشترك. إن كانت مشتركة داخلية أو خارجية، والتعاون المشترك بيننا وبين الجمعية الفلكية في سبيل تقديم المعلومات كل ما يتعلق بالطقس وتقديم المرصد الفلكي، بالإضافة إلى الترابط والتنسيق الذي يخدم هذه الاتفاقية. الاتفاقية طبعا مدتها 5 سنوات وبتتجدد بشكل تلقائي، ودائما رح يكون في إلها تطوير للبنود اللي بده يكون عليها تطوير رح تتطور. اما بالنسبه للسؤال اللي سالتي حضرتك بالنسبه الى الخبرات الوطنيه اللي موجوده عندنا واليه التعاون مع الطقس وهيدي المعلومات، هلا بالبدايه نحن لازم نفرق ما بين كلمه مناخ وكلمه طقس. هلا دائما في كثير ناس بتخلط بالمعايير. هلا كلمه مناخ بيعطيكي بيعرفك بالحاله الجويه، حاله جويه لفتره زمنيه طويله، يعني بيعطيكي المناخ العام للمنطقه اللي نحن ساكنين فيها. اما الطقس هو بيعرفك بالاحوال الجويه، من ضغط، من حراره، من رياح، من بروده، شو بده يصير خلال فترة زمنية قصيرة، إن كانت يوم أو 48 ساعة، حتى بأكثر الأحيان بتكون هي لمدة أسبوع. وكل ما كانت مدة التوقع قصيرة كل ما كانت مصداقيتها عالية جدا. فيعني التنبؤ لمدة 24 ساعة احتمالية مصداقيته تزيد عن 90%، بينما لما تكون 48 ساعة بتخفض النسبة. فنحن كل ما حكينا عن مدة زمنية طويلة كل ما كان عندنا نحن احتمالية الخطأ بالتنبؤ هو وارد بشكل أكبر. هلأ شلون نحن بنتعامل مع المعلومات وشلون نحن بنوصل لأعداد النشرة الجوية وإعطاء الفكرة للأخوة المواطنين؟ هلا نحن مثل ما ذكر الاستاذ شادي عن المحطات، شبكه المحطات الموجوده عندنا والممتده على كامل الجغرافيا السوريه، هيدي بترصد لنا العناصر الطقس الاساسيه اللي هي عباره عن ضغط وحراره ورياح. هدول هن اهم شيء بدنا نحن ندرسهم بشكل ساعي وباوقات منتظمه، وبترسلها الى مركز تجميع المعلومات بالعاصمه دمشق اللي هو موجود بمركز مطار دمشق الدولي. المديريه العامه للارصاد الجويه بتملك 4 مراكز تنبؤ: مركز تنبؤ مطار دمشق الدولي، مركز تنبؤ مطار حلب الدولي، مركز تنبؤ مطار الشهيد باسل الاسد الدولي، بالاضافه الى مركز تنبؤ طرطوس والذي يختص نوعا ما بالتنبؤات البحريه. بالاضافه في هناك مركز تنبؤ مركزي موجود بمقر المديريه العامه للارصاد الجويه بمنطقه المزه. المعلومات بتتجمع بمركز تنبؤ مطار دمشق الدولي، بيتم ارسالها الى العالم وبيتم ارسالها بشكل دوري عبر نشرات تصنف كنشرات رئيسية أو سنوية. كل 3 ساعات ترسل المعلومات إلى مركز التنبؤ المركزي لدراستها، لأن العمل بالأرصاد الجوية عبارة عن سلسلة متكاملة، ما فينا نحن نفصل حلقة عن الأخرى، بيصير في انقطاع. ما في انقطاع بالنسبة لعلم الطقس، بده يضل التواصل معه على مدار الساعة، متابعة حركة المنخفضات، ارتفاع الحرارة، سرعة الرياح، من أجل إيصال المعلومة الصحيحة والتوقع بشكل أفضل وأدق للإخوة المواطنين. هذا الموضوع ما بيتم من خلال مركز واحد، لا، بده يكون في تعاون بيننا وبين الدول الجوار وبيننا وبين دول العالم، وبيتم هذا عن طريق مواقع واشتراكات موجودة، إن كان عن طريق صور الأقمار الصناعية أو عن طريق المواقع التنبؤات العددية، بالإضافة إلى المواقع المتخصصة للطقس اللي هي معروفة ومرخصة أصولاً من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. كل الجهود هي بتتضافر مع بعض لحتى تعطي بالنهاية النشرة الجوية اللي نحن لما بنطلع معكم على الهواء عبر التليفون مدتها 3 دقائق أو 4 دقائق، فهو هالـ3 دقائق هدول تعب 24 ساعة نحن بنعطيهم بـ3 دقائق أو 4 دقائق. شو كمان بيجوا متنبئين الفيسبوك بيكتبوا لك بكره عواصف، بكره في موجة وإشاعات كثير كثيرة. يعني استاذ شادي، هون أنا بدي أتناقش مع حضرتك، ممكن ببعض الأحيان هيك خلينا هيك نوضح شغلة، إنه نطلع نحكي نتنبأ بطقس ماطر أو مشمس ويطلع تاني يوم بالعكس تماما، النتيجة غير متوقعة. خلينا نحكي بتصير أحيانا أخطأ بالتنبؤات، ممكن يصير شيء يغير درجات الحرارة، يغير يعني كل شيء حضرتكم راصدينه ودارسينه ومتناقلينه وتعب ساعات كبيرة وأشخاص عديدين. لا تماما، هلا بس مشان ما نخلط بالنسبة لل شائعات اللي بتطلع على الفيسبوك، هلا هي بتضحك لحالها، هي بتضحك لحالها، لان احنا مو بس نحن المتعرض، طبعا مجال الفن، مجال المجالات الثانيه كلياتها بتتعرض لهالشائعات، ونحن من ضمنها. يعني تعتبر الارصاد الجويه او نشره الطقس هي ماده دسمه عند
اخصائيين الفيسبوك يعني تحديدا. هلا ما فينا نقول انه والله ثاني نهار تغير الطقس بشكل كلي، ممكن لو لما عم نحكي على مده طويله، احنا حكى الاستاذ حسان في علاقه عكسيه بين تنبؤ مده التنبؤ ودقه التنبؤ، يعني لما بيكون المده طويله بتكون عندنا الدقه ضعيفه، لما تكون المده قصيره بتكون الدقه اقوى. يعني لما عم نحكي يوم او يومين لا ما في ما بكون في مجال للخطا، خطا بسيط بيكون يعني نسبيا، اما لما بيكون عندنا في فتره اسبوع او اسبوعين عم نحكي على طقس بعيد نسبيا هون في نسبه الخطا بتكبر، كل ما زادت عدد الايام بتكبر نسبه الخطا. يعني نحن ممكن نقول على سبيل المثال انه في عندنا احتمال امطار متفرقه، هلا ممكن تشكل غيوم وما تهطل الامطار بمناطق معينه، تهطل بمناطق ثانيه، بيكون منخفض ضعيف نوعا ما، هي نسبه الخطا. اما نقول في عندنا امطار غزيره وعواصف رعديه وثاني نهار نطلع الشمس ساطعه وما في ولا غيمه، لا هي مستبعده خلال الفتره القصيره من التنبؤ. اما الفترات الطويله ممكن تكون في عندنا نسبه خطا، لكن حتى نسبه الخطا بتكون مقبوله. ممكن عم يصير خلط بين النشرة الجوية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية وبعض الشائعات اللي يعني رافقت النشرات السابقة كثير، يعني سنوات الماضية نحن منخفض قطبي أم ثلوج بتغطي تقريبا كل سوريا على ارتفاع شيء نص متر أو متر ما بعرف، يعني شفت أرقام كثيرة، يعني هي كلها تندرج ضمن الشائعات. طبعا هن بياخذوا جزء من الشائع هو بيكون صحيح، في عندنا منخفض وبارد وفي هطول ثلجي، لكن ما فيها التراكمات اللي عم يحكوها او عم يذكروها. حتى بيحطوا اسماء للعواصف تمام، في لهم كل وحده اسم محدد. يعني هلا هو نحن التسميه هي موجوده بالمنظمه لكن مو للمنخفضات اللي مو يعني مو الفيسبوك بقررها، يعني الارصاد الجويه اللي بتقررها. اي هلا نحن التسميات حسب المنظمه هي للاعاصير الكبيره، في مجمع بالمنظمة بيقرر أسماء الأعاصير اللي هي مثلا بشمال الأطلسي أو بوسط المحيط الأطلسي، في عنا أعاصير ضخمة بتؤدي إلى كوارث بمناطق تانية. نحن الحمد لله منطقتنا بعيدة عن المناطق الأعاصير، على الأقل ممكن يكون في عنا منخفض قوي أو شديد الفعالية يوصل لمرحلة العاصفة المدارية، ممكن أكثر من هيك، رياح شديدة، ممكن يكون في اقتلاع للأشجار، هي الماكسيموم طبعا بالنسبة للمنخفضات اللي بالنسبة للمنطقة عنا. أما أعاصير ورياح شديدة اللي مثل بتصير بالمناطق الثانية نحن بعيدين عنها الحمد لله. صحيح. خلينا نحكي معك أستاذ حسان، يمكن قلنا أنه اليوم بالشعار الأساسي للاحتفالية الكبيرة لليوم العالمي للأرصاد الجوية هي الإنذار، فينا نقول عن الكوارث البيئية، لأنه تعامل الإنسان مع البيئة هو بيأثر بشكل كتير كبير على المناخ. هيدا فينا نقول من خلال محاضرات، في اشياء ثانيه واجراءات ثانيه بيقوموا فيها غير المحاضرات، فينا نقول ورشات العمل، اجراءات عمليه على ارض الواقع، لانه كلياتنا عم نقرا ونسمع انه نحن يمكن بظروف مناخيه قاسيه وصعبه مأثره بشكل كامل على الكره الارضيه من الاحتباس الحراري وكثير قصص وتفاصيل الواحد بيسمعها بصير يخاف شوي. في اجراءات عمليه للمنظمه العالميه بيتم التواصل خلال هي العام؟ هلا اكيد الاجراءات موجوده والتوصيات دائما اللي بتصدر من المنظمه العالميه للارصاد الجويه دائما هي توصل للمديرية العامة عن طريقة مديرية الشؤون الفنية والبحوث الموجودة بضمن مديريات المديرية العامة للأرصاد الجوية كمديرية فرعية. هلأ المواضيع اللي عم نحكي عنها إن كان الاحتباس الحراري أو موضوع شعار الإنذار المبكر والعمل المبكر كلاته هذا نحن كمؤسسة علمية هدفه وعمل خارج أي حدود أخرى هو بالمجال العلمي، نحن هدفنا أنه نحن التنبؤ بالحادثة وأبلاغ الأخوة المواطنين والجهات المختصة بالشيء اللي بده يصير، يعني من أجل إنذارهم قبل حدوث الكارثة. المهم مو نحن كثير منيح انه نحن نتنبأ عن العاصفة بعد حدوثها، لا نحن بدنا نحكي عن العاصفة قبل ما تصير، وخصوصا انه موضوع الاحتباس الحراري هو من المواضيع الهامة جدا جدا اللي كل فد دول العالم اللي عم تحكي فيه، لأنه بيؤدي إلى كوارث بيئية كبيرة جدا، وخصوصا خلال إذا استمرت التوسع العمراني والثورة الصناعية منذ بلشت، إذا استمرت بهالتطور اللافت لها بشكل كبير
رح يؤدي الى دمار الكوكب يعني. ولكن نحن انه توصيات المنظمه والابحاث والمحاضرات اللي عم تنحكى من اجل التخفيف من اثار هذا الموضوع. الاحتباس الحراري هو عباره عن ارتفاع درجه حراره الارض نتيجه ارتفاع غاز ثاني اكسيد الكربون وارتفاع غاز الميثان وبعض الغازات الاخرى، هذه ما تسمى بالغازات الدفيئه. هلا سطح الارض بيرتفع نتيجه ارتفاع غاز ثاني اكسيد الكربون تقريبا كل 100 سنه بيرتفع درجه واحده فقط. بالاضافه الى انه من الشغلات اللي ممكن نحن نشوفها بتنتج عن الاحتباس الحراري الجفاف، تلوث بيئي، زيادة معدل الهطول المطري، مثل على سبيل المثال الأعاصير والعواصف اللي غزت منطقة البحر الكاريبي، الجراد اللي غزا المناطق الصحراوية، الجفاف اللي وصل إلى آسيا وشرق المتوسط بالسنين السابقة. أنا عم أحكي هدول كلها بتنتج عن موضوع الاحتباس الحراري. هلا نحن كمديرية عامة مؤسسة علمية هدفنا نحن المحاضرات وورشات العمل دائما تكون بشكل مستمر من أجل تعريف الأخوة المواطنين بهذه المواضيع وهذه وتسليط الضوء بشكل فعال عليها من أجل وضع الأخوة المواطنين بجو الحدث. نعم أستاذ حسان، يعني شكرا كثير لك. ولكن أستاذ شادي على السريع شوي، عم يقولوا في منخفض جاي، تعبنا منخفضات، في منخفض، كيف درجات الحرارة رح يصير؟ في هيك انخفاضات كثيرة مثل ما شفنا بالأيام اللي قبل؟ هلا إن شاء الله من هون لآخر الأسبوع بينتهي البرد تقريبا، بينتهي البرد تقريبا يعني صرنا ربيع تماما. نحن المنخفض القادم هو اليوم بالليل على المناطق الساحلية، بكرة بعد الظهر والمساء على باقي المناطق، تدريجيا بيمتد حتى يوم الجمعة. هطولات مطرية ثلجية على المرتفعات الجبلية، انخفاض حرارة مثل ما ذكرنا حتى نهاية الأسبوع، وإن شاء الله مطلع الأسبوع القادم في عنا استقرار على الأجواء، ربيع، ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. ربيع طبعاً نحن صيف يعني تقريبا هلأ ربيع نهايته، ممكن يكون في ارتفاع ملحوظ نهاية الأسبوع القادم لأن الهواء البارد بيكون تقيل وكثافته عالية، صعب يتحرك من المنطقة بسهولة. لذلك بشكل تدريجي الأسبوع القادم من بداية من يوم السبت والأحد إن شاء الله ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ترجع لمعدلاتها الطبيعية مع نهاية الأسبوع. نعم نحن كثير بدنا نتشكر كون. شكرا كثير السيد شادي جويش رئيس مركز التنبؤ المركزي في المديريه العامه للارصاد الجويه، وايضا شكرا كثير للاستاذ حسان جردي المتنبئ الجوي والمنسق الاعلامي في المديريه العامه للارصاد الجويه. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وشكرا كثير لكم. بينعاد عليكم كمان ب 23 كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كل عام وانتم بالف خير، وشكرا كثير لكم للفضائيه السوريه لاستقبالتها وتسليط الضوء على المواضيع الهامه بالنسبه للموضوع الاحتفالية بالأرصاد الجوية. أكيد بنتشكركم وبنتشكر جهودكم اللي عم تقوموا فيها بالتواصل بشكل يومي ومستمر معنا لرصد الأحوال الجوية للمشاهدين. شكرا كثير لكم.